هعمل الفورم الاول يبقى اول حاجه انا ممكن اعمل الفورم اتسيلف الفورم كلها على بعضيها هعملها في الريفت اند افتر finishing ذا ماس وده اللي هنتعلمه النهارده ان شاء الله في الكونسبشال ماس ازاي بعد كده هاو تو ترانسفير ذيس ماس فروم اونلي ماس انها تبقى بروجكت يبقى دي اول طريقه ان انا اعمل المبنى ككل باي ماس طيب ذا سكند واي باي كومبوننت اللي هي البيلدنج ايليمنت يعني building elements قلنا الكولوم قلنا الوول قلنا الروف and so on يبقى انا ممكن اعمل موديل لكل elements from these elements of building and after that combine all the elements together هيديني مبنى او هيديني موديل لمبنى اللي انا عايز اعمله ديزاين طيب الطريقه الثالثه اللي هي ايه بلس بي يعني ايه ايه بلس بي؟ اي كان ميك كونسيبشال ماس فور ماي بروجكت اند افتر ذات ميكنج موديلنج فور سام اليمنتس جاي مثلا عند المدخل عايز اعمل عمودين كده حلوين وليهم سقف طاير او جيت عند المدخل عايز اعمل مش عارف عمودين واقوم جاي عامل فوق منهم سقف سبيستراس او سقف شيل استراكشر يبقى ان ذيس كيس اي ويل ميك ذا conceptual ماس for the main mass of the building and after that I will model some building elements and combine all together in one project وده هنا يبقى انا كده عملت الايه؟ الـ A two together usually we are using A plus B عادة ما بستخدم الطريقة الثالثة اللي هي A plus B اللي بعمل الماس بتاعة الـ building وبعد كده بقوم جاي عامل الايه؟ أحط الايه؟ some uh, elements بعمل لهم uh, modeling بيقول لي اذا ممكن اعمل ايه بقى ازاي اللي هي ايه اللي باي ماس بيقول لي باي بلان او باي كروس سكشن يعني ايه الكلام دوت يعني انا ممكن اقوم جاي عامل البلان نفسه وابتدي اعمل فيه زي ما احنا شايفين هنا كده ادي الفورم بتاعت المبنى بتاعي ارسم ان بلان مستطيل ريكتانجل اند افتر ذات ميكينج تشينجز لايك ذس اور اي كان اد سم كروس بعمل سكشنز في المبنى مع بعضيه and after that combination to these sections together هيعملهم لي يديني ايه؟ form زي ما احنا شايفين كده مع بعض يبقى دي by plan or by cross section طيب في عندي حاجه اسمها conceptual mass وده اللي احنا هنتعلمه النهارده ان شاء الله ونركز عليه ان conceptual mass and this is usually we are using when we are making building with different profiles

It will be modeled by using the conceptual math. طب ال conceptual math it can give me ordinary form. أنا ممكن أعمل forms as we see here زي ما إحنا شايفين كده هنا دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن forms عادية خالص. cube or cuboid together combined as we see. Or it can be organic form. ممكن أعمل حاجة اسمها organic form. the conceptual math it help me a lot to make a more changes. in ordinary form like rotate, like add profile, like add edge, and so on in order to make like these forms. يبقى ده conceptual mass. Or like this زي ما بعمل sweep ماشي كده أو هنا كده ده كده ممكن أعمله بالسويبت blend. We have here عندي هنا في بروفايل وعندي هنا في بروفايل اه بس في عندي بروفايل تاني في النص يبقى ما ينفعش بسويبت بليند يبقى ان ذيس كيس اي هاف تو ميك ات لايك ويز يوزنج conceptual mass اي طيب انا ممكن اعمل برضو حاجه تانيه ممكن اقوم جاي عامل تنسايل ستراكشر تنسايل يعني بعمل خيمه زي كده مثلا هنشوفها اهي لايك ذيس وان طيب الخيمه دي او السقف ده انا ممكن اعمل سبيس تراس and we can upload this space truss unit بقوم حاططها على السطح ده عشان تديني حاجه زي دي او بحطها على السطح اللي انا عملته عن طريق الكروس سيكشن برضه هتديني something like this تمام يبقى اذا انا ممكن اعمل في الاي اللي هي اول طريقه اللي هي باي ماس بيلدنج ماس بعمل الماس بتاعه المبنى كلها على بعضيها ممكن اعملها باي بلان ممكن اعملها باي كروس سيكشن اور conceptual ماس and conception mass we can classify the way of conception mass to two ways. First one ordinary form, second one organic form. Or I can use parametric form. ايه parametric form ديت؟ For example, if we are making like this form. انا عملت الفورم دي. طب انا ال 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 البروفايل اللي موجود انا عايز اكبره، عايز اصغره، بلاش اكبره واصغره. I want to make عايز اعمل زي معادله equation The relationship between this profile and this profile and this profile. For example, I want to say this profile here, a radius between a section here, for example, two times this section and 1.5 times like this one. So, if I am making changes in this profile, automatically the radius of this profile and this profile will be changed once I change this one. يبقى ده اللي احنا عايزين نعرفه مع بعض ونعمله مع بعض نتعلم ايه الحاجات دي كلها يبقى دي اول طريقه اللي هي ايه باي ماس طب ايه الباي كومبوننت اللي احنا اتكلمنا عليها لاست ليكتشر قلنا فيه عندي حاجه اكستروجن اند اكستروجن وي نيد اونلي بروفايل اند dont forget to select the ورك بلين ان ويتش اي ويل درو البروفايل بتاعي لازم اعرف انا هعمل الورك بلين بتاعي زي ما قلنا وان ويتش آه هرسم بروفايل ان ويتش ورك بلين جه بعد كده البليند وقلنا ات نيدز تو بروفايلز وزي ما اتفقنا التو بروفايلز نوت must be in the same uh, ليفلز انا ممكن احط واحد في اتجاه واحد في اتجاه تاني ومفيش اي مشكله يوصل لي ما بينهم. وقلنا by revolve it needs profile and section and there's a x for uh, rotation sweep we need a profile and pass and this pass it can be sketch pass برسمه أو big pass بختار ال pass عن طريق big pass وقلنا في حاجة swept blend دي بتجمع لي بين sweep and blend it has two profiles and pass ال pass ده also I can make this pass by sketch pass or big pass دي الطريقة الثانية ودي here I have an example form like this building and if we need to make a modeling for like this one if we are looking here we have here عندي هنا في هنا بروفايل وعندي هاف في انذر بروفايل انذر بروفايل انذر بروفايل اند لاست بروفايل يبقى اذا انا لو عملت الكتله دي باي كروس سيكشنز ووصلتهم مع بعض هيديني الفورم بتاعت المبنى بتاعي زي ما احنا شايفين كده اهو واختار السيكشنز ديت واقول له سوليد فورم هيقوم جاي عامل لي الفورم بتاعتي على طول اهو something like this and we can add inside These sections, I can add more profiles, more can hot to profile here, hot to profile here, and so on. Time. If we need to some make some changes, and if you have x-ray, x-ray, when I press this x-ray, it will give me me the points of for modification within not within the main components of the form. And I can make modification. For example, I can select this point and I can move in any. a uh, uh, directions in order to make a modification or rotation like this or I can make movement in Z direction, Y direction or X direction. كل ده بعمله، بقول لك isolate the massing form ماشي and activate X-ray tool to demonstrate the profiles used، اه uh, القطاعات المختلفة اللي موجودة في الكتلة بتاعتي. بتبان when we are pressing ايه؟ الايه؟ الاكس راي. طيب. Each profile was created with adjustment to height angle of the plane and width of the footprint. While in the X-ray view you can adjust each profile as the building form evolves. زي ما احنا عايزين نعمل تغيير في الكتلة in any way يبقى بضغط على الاكس راي، طبعا الكلام ده كله هنعمله عملي دلوقتي إن شاء الله. بضغط على الاكس راي عشان ابتدي أعمل ايه تشينجز اللي أنا عايزها في الكتلة بتاعتي طيب. طيب بعد ما عملت الكتله بتاعتي بقى دي عباره عن اباوت لايك بيبر، يعني هي عباره عن لايك like بيبر. طب لما البيبر دي بقى انا عايز تو ترانسفير these بيبرز ان اوردر تو بي بيلدينج إليمنتس ايه البيلدينج elements اللي عايز احولها للفلورز، عايز احولها للوولز، وعايز يبقى في روف، وعايز عندي curtain سيستم. يبقى دي مكونات الاليفيجن عندي في كيرتن سيستم وعندي وول مكونات البلان بتاعي فلور اند روف اند وول طب اعمل الكلام ده ازاي ده برضو هنعمله عن طريق الايه لما اخش ان واجي بقول له باي وول باي فيس بختار الول باي فيس وابتدي اختار الفيسز اللي موجوده عندي طب از وي سي هير انا عندي هنا في اليمنتس موجوده هنا الومنيوم مثلا الميتال اند وي هاف هير سام جلاسز يبقى I want to isolate بقى عايز اعمل isolation موجوده عندي في الفورم ان اعمل some parts تبقى موجوده solid and while the other parts موجوده عند glass هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنشوف برضو نعمله ازاي. طيب سو وي ويل ستارت هبتدي بقى الشغل العملي بتاعي عشان نشوف الشغل العملي بتاعنا هيتعمل ازاي.

2021. so we are going to template. family template. okay. so then we select to be sure, please don't forget to select english, not english imperial. english. and after that conceptual mess, and this is metric mass. this is the main file in which we will make all our work. I can make the building mass or the conceptual mass in family and after that load into project. يعني ممكن أجيبها عندي في project أو ممكن أفتح ال project وأجي في الـ in place mass هنشوفها كمان شوية أشتغل في الـ in place mass على طول. طيب. As we said before starting in any work in Revit don't forget to set up a, a units. UN then change to meters and here don't forget to select to this my places then okay and okay طيب when we are seeing this environment the environment of conceptual mass is different from the environment of any project زي ما احنا شايفين هنا we have here level and we have here also two vertical planes عندي في بلين هنا وعندي في بلين هنا راس الناحيه الثانيه وعندي في هنا البلين الافقي او ليفل 1 if we are maximize here هو ده الليفل بتاعي اللي هو ليفل 1 طيب هاو تو ريبيت او هاو تو كرييت ليفلز اور لايك ذس ورك بلينز عايز اكرر ليفلز مثلا بعمل مبنى مرتفع مثلا سي وعايز اعمل ليفلز ازاي بعمل الليفل ممكن عن طريق كرييت لو احنا كده مشينا كده من هنا بص لو انا هنا عن طريق كرييت هنا كده بنلاقي في هنا ليفل باجي من هنا الليفل اهو وبختار واكتب القيمه اللي انا عايزها مباشره زين رايح طيب ممكن اعمل حاجه تاني? اه ممكن اعمل ايه وين يو ار سيلكتنج ذا ليفل شايفين الليفل ده بضغط كنترول بلس شيفت واجي هنا باجي على البكره سوري ال هنا كده الماوس عادي واطلع لفوق للمسافه اللي انا عايزها واحط الايه هنا اغير ديستانس بتوين ذيس ليفلز اجين يبقى هعمله ديليت يبقى سيلكت the level وبعدين بريس كنترول شيفت توجيذر اند بليس بريس الماوس ماوس كي عادي الماوس اللي هو الايسر ليفت بوتون عادي خالص واعمل دراج هقوم جاي عامل ايه واحد بيوازيه بالظبط نخلي بالنا ات شود بي بارالل عشان ما اجيش واغلط واقوم جاي راسم آه اميل ايدي مثلا او حاجه فيطلع ايه مايل طيب اف اي نيد تو كرييت لايك ذس وان سيميلاري ذا سيم ايديا بريس كنترول شيفت اند هولد واقوم جاي ساحب الايه المو... ال... ال... هنا برضو طيب اند ذا سيم ايديا لايك ذيس وان برضو بعمل كنترول شيفت واسحب كده اهو يديني على طول هنا ان هير اي كان رايت ذا ديستانس بتوين ذيس ليفلز او ذيس ورك بلينز طب ليه بعمل الحاجات ده؟ ليه بعمل التكرارات ديت ليه؟ because we will draw the profiles in ذيس planes or these levels. إحنا اتفقنا إن الكتلة بتاعتي consists of different profiles. طب البروفايل دي هنسيبها فين؟ إحنا قلنا ممكن تكون بروفايل رأسية يعني زي ما إحنا شفنا كده في المحاضرة هنا. لما جينا اتكلمنا في المحاضرة بصوا عندي هنا في بروفايل وعندي في هنا بروفايل وعندي هنا في بروفايل يبقى ذيس بروفايل وين اي كان درو يبقى اي هاف تو درو ذيس بروفايل ان ذيس ايه ان ذيس ليفلز او ذيس ورك بلين عندي بروفايل هنا وحاسم بروفايل هنا وحاسم بروفايل في اللي بعده اند سو اون تمام طب لو انا باسم ان بلين يبقى عندي بروفايل في البلان ده يبقى حاسم بروفايل في البلان اللي بعده البلان اللي بعده والبلان اللي بعده وهكذا طيب هنمسح ده كده طيب عايز ابتدي اعمل ستارت الستارت بوينت بتاعتي هير از وي سي اونلي وان ليفل سو وي ار جوينج فور ليفل 1 عندي الليفل 1 هنا سو فروم درو I can draw anything أرسم مثلا مستطيل like this المستطيل عندي هو الأبعاد بتاعتي ممكن أثقب الأبعاد بحيث أجيب المستطيل يكون في النصف تماما أروح كده لل 3D أنا عندي أهو ده الاوبجكت بريس اسكيب عشان أطلع منه وبعدين when we are selecting this rectangle itself it will give me here الفورم بقى ازاي اعمل الفورم بتاعتي When we are selecting a pressing here, we will find two options. زي ما شفنا في عندي extrusion وعندي في void extrusion وشفنا في blend وشفنا في void blend and so on. So also here we have solid form and we have void form. We need to make a solid form. عملت solid form جالي هنا solid form بتاعتي طيب. When we are selecting بيديني هنا الارتفاع الستاندرد بتاعي I can change it for example like this ادي اول حاجة طيب بعد كده how I can make changes in this form احنا عندنا what is the main component of the form في عندي فيس ده كده اسمه فيس وهنا فيس تاني وهنا فيس تالت يبقى دي اول حاجة عندي في ايدج الايدج ديت طيب الايدج دي برضو عندي ايه كمان عندي في بوينت يبقى في عندي بوينت او بنسميها vertex في عندي ايدج اللي هي لاين لما يكون عندي بوينت اند بوينت يبقى اللي بيوصل بينهم عباره عن ايدج edge. وعندي ايدجز مع بعض بيدوني فيس سو اف اي نيد تو ميك اني موديفيكيشنز اي كان ميك موديفيكيشن باي سيلكت الفيرتيك يبقى هروح كده بس مجرد ما اخترت الفيرتكس كده اداني حاجه بنسميها في الماكس الجزمو ايه الجزمو اللي هما 3 directions like this I can move this point in Z direction I can move it in Y direction or I can move, move it also in X direction شايفين عملت ازاي عملت الايه الكتلة بتاعتي عملت الايه التغييرات دي يبقى this is the first one I can make modification by use the vertex جميل طب ما تاني ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل تاني عن طريق احنا قلنا ايه الايدج بقى اللي هي بتوصل ما بين two points. I can make modification same idea when I am selecting the edge ممكن يديني أعمل لها uh, movement in z directions or in y directions or in z directions like what I need هيديني نفس الكلام طيب جميل قوي ايه تاني I can make changes by face احنا قلنا by vertex then by edge انا بقى محتاج اعمل بالفيس ده طب اجيب الفيس ازاي انا كل ما اجي هنا كده بيديني اللاين So if we are bracing tab اداني الكتله كلها تاب اجين اداني السطح اهو بتاعي اهو طب جبت السطح similarly I can move for in z directions or in x directions or in y directions يديني الكتله بالشكل ده or when we are selecting the face I can make scale ممكن اعمل له scale هقول له from this point up to this point I can minimize or maximize the volume بتاعي اخليه بالشكل ده. Or I can make rotation، ممكن اعمل له rotation، يبقى حاجة اختار هنا كده مثلا and we make it twist for the volume عشان يديني something like this. So you can make a lot of modifications in any volume by selecting each vertex النقطه، by selecting each edge او by selecting each face هختار الفيرتكس vertex هختار ال edge or هختار ال face وبالتالي اقدر اعمل changes a lot of changes in this one جميل طيب هل هكتفي بكده بس يعني هل ده بس اللي ممكن اعمله طب if I need to make changes inside بقى عايز اعمل انسايد طب خلينا قبل ما نعمل انسايد هاجي كده هنا كمان وهاجي عند create and i will make another form ماشي هعمل دايره something like this طيب this circle when we are selecting the circle and we create four he will give me two options عشان احنا الدايره بتاعتي دي المسقط الافقي for cylinder is circle for sphere also circle so he is asking me you need to form a cylinder form or you need to make a sphere form after cylinder form same idea ممكن اكبر something like this in height I can make اعمل ميل كده and for this face I can make scale ماشي عشان اقول له من هنا from this point up this point I can minimize اصغرها تبقى something like this تمام حلو طيب احنا كده عملنا بروفايل first profile طلع تحت هنا after that we make like extrusion زي ما عملنا الاكستروجن طلع vertical وبعد كده عملت التشنجز اللي انا عايزها. طب I need to make some more changes here inside this form and so on هاو to make something like this؟ هاجي هنا مثلا كده انا كده مختار الايدج Edge in order to select the form هضغط tab عندي كده اخترت الفورم. when we are selecting the form it will give me here حاجه اسمها x 3 وحاجه اسمها أت ايدج اند اد بروفايل هنشوف بقى ايه الحاجات دي كلها فيرست البروفايل معناه انا عايز اعمل تشينجز انسايد ذس فورم هقول له اد بروفايل لما جيت اد بروفايل بصوا اول ما بقرب من الكتله بيديني كانه بيديني قطاع افقي هوريزنتال سيكشن انسايد ايه الكتله بتاعتي طب انا هاجي مثلا هنا كده رحت جاي حطيت الكتله البروفايل بتاعي هنا طب هستفيد ايه من البروفايل ده؟ اللي انا اضفته دلوقتي سيلكتنج ذا بروفايل انا عايز اختار البروفايل هاجي هنا كده بصوا هذا كده اهو انا جده كده شايفين انا ممكن اختار الخط نفسه عملت ايه دلوقتي في الكتله بتاعتي شايفين عملت فيها ايه عملت فيها تشينجز زي ما احنا شايفين بالشكل ده عن طريق الايدج بتاعه البروفايل اللي انا ايه زودته طب اف اي كانت سي ذا مين كومبوننت of this volume هعمل ايه؟ first select the هختار الكتله باي pressing tab كده اخترتها اوده له بقى اكس عشان نشوف ايه اللي انا عملته ايه اللي حصل هنا بقى؟ لما جيت ضغطت على الاكس ري اداني الديفرنت different اللي موجودين عندي تمام؟ يبقى عندي في اهو البروفايل اللي موجود في النص اهو ده كده اهو اضغط تاب كده لغايه ما امسك البروفايل اهو طب ما انا ممكن البروفايل دوت احمله له سكيل بنفس السيكونس هقوله من هنا لغاية هنا نقصها لي شويه كده مثلا شايفين كتل حصل فيها ايه تمام طب انا عايز ازود هنا كمان بروفايل يبقى ادي نظر 1 زين ويبقى الموفنج هير بص روح جاي مديني بروفايل تاني هنا طيب ذيس بروفايل طب ايه الخط اللي موجود في النص ذيس لاين ده عباره عن لاين بيوصل ما بين الاوريجن فور اتش بروفايل يعني ايه الاوريجن بتاع اتش بروفايل؟ يعني فيرست بروفايل اللي ذا توب ادي النص بتاعه بالظبط السنتر بتاعه طب البروفايل اللي بعد منه ادي السنتر بتاعه طب البروفايل اللي بعد منه اللي هو التالت ادي السنتر بتاعه ان ذا لاست بروفايل اللي موجود هنا وادي السنتر ايه بتاعه اللي موجود هنا يبقى انا كده عملت تشينجز از وي سي هير طب انا خلصت ماشي هضغط على تاب جبت الكتله هقول له اطفي بقى الاكس راي بتاعتي دي اصبحت رجعت تاني زي ما كانت كتله زي ما احنا شايفين طيب انا عايز اعمل سيم ايديا هير بات احنا هنا عملنا اد بروفايلز طب انا السطح ده انا مش عايز يبقى السطح كله موجود عباره عن كل حيطه او سوليد اي نيد تو ميك عندي يبقى في حاجه ازاز ويكون في حاجه ثانيه سوليد طب اعمل الكلام ده ازاي؟ لو انا اخترت كده برضو الفورم هيطلع عندي في حاجه اسمها اد ايتش صح؟ طب بيفور ادنج ايتش احنا عايزين نعمل اد بروفايل كده وهاجي هنا اقرب بصوا شايفين الدايره بتاعتي في كل سيكشن بيديني الدايره بتاعتي شكلها ايه؟ لو انا جيت اخترت البروفايل ده كده ماشي عايز اجيب البروفايل بصوا انا ممكن اعمل ايه؟ سيم انا ممكن اقوم جاي اعمل احرك كده شايفين بقت عامله ازاي احرك لفوق كده جميل طيب عايز بقى اعمل ايدج بقى هنا كده عشان اقول this part it will be curtain wall but the other will be like wall هعمل الكلام ده ازاي I have to select the volume لازم اعمل الفوليوم عشان يطلع لي the changes the اللي اقدر اعملها في الفاميلي هنا او في الفوليوم هنا او في الماس هنا اول ما انا جيت اد ايتش اقول له اد ايتش اجي بقى بص بمجرد ما بقرب عمل لي هنا ايتش هنا جيت هنا كده تاني عمل لي ايتش تاني هنا طب نبص بقى كده ايه اللي اتعمل ده شايفين الكتله دي يبقى هنا لو انا عايز اعمل السطح ده يبقى حيطه مثلا والسطح اللي موجود هنا يبقى مثلا حيطه والسطح اللي موجود في النص هنا طبعا بعد اضغط تاب الشريحه دي عايز اعملها اساس الشريحه دي هنا اقول له كده تاب اهي الشريحه دي عايز اعملها زجاج مثلا يبقى اذا ده عمل لي ان يديني هذه الامكانيه تمام جميل طيب ناو احنا اللي بنعمله ده بنعمله فين ان ذا هورزنتال. انا جيت عملت بروفايل هنا وطلعت بيه راسي وغيرت بقى في الاشكال بتاعتي طب اف اي نيد تو ميك ا ديفرنت بروفايلز عايز اعمل ديفرنت بروفايلز يبقى ممكن اعمل ايه يبقى سو اي نيد تو اد مور ليفلز عايز اعمل مور ليفلز طيب بنشتغل المور ليفلز ازاي زي ما قلنا وي ار سلكتينج ذا فيرست وان اند افتر ذات بريس كنترول شيفت اند هولد ماوس كي اند ذين موفينج اب كده بيديني ليفل واجي هنا واكتب المسافه اللي انا عايزها سي مثلا 20 متر ودوس انتر ده ليفل نمبر 2 طب ممكن اختار ده كده

واروح في الليفل الثاني وارسم بروفايل واروح في الليفل الثالث وارسم بروفايل طب نشوف الكلام ده هعمل بس همسح الكتله دي كده ديليت اند ذس وان also تاب لغايه ما اختارها واقول له ديليت طيب عايز طب وان كان اسك مي هير اي كانت سي اور ذس ادد ليفل موجوده هنا فين الليفلز اللي في البرول بلان انا مش شايف غير الاولاني بس بين قائمه فيو ماشي كده بنيجي عند فلور بلان اوكي عندي 4 4 اند 5 زين سيلكت توجذر واقول له اوكي هلاقي الليفلز طلعت لي موجوده عندي هنا تمام كده طيب انا محتاج ايه دلوقتي ليفل 1 انا في ليفل 1 اهو هبتدي ارسم اروح كرييت اجين ان هير وي كان كرييت ذا فيرست بروفايل هقول مثلا سي انا عندي مبنى ادي القاعده بتاعته بالشكل ده جميل اروح ليفل 4 هنا كده ماشي واقوم جاي هنشوف كده في انضر دي عشان تشوفنا الحاجات اللي تحت منها طيب هاجي اقوم جاي راسم مثلا حاجه بالشكل ده كده اوكي وهاجي بعد كده في الليفل 5 واقوم جاي راسم مثلا وليكن سامسينج لايك سوري كده نشوف كده في 3 دي And this is the first one. this is the second profile. and here the same profile. But if we need to make a form from these profiles, how so i have to select the first one. press control after retaining, press control and select the third one. and here i can from create form, i can select. so it will give me the form of it will form of that. دي الفورم اللي هو عاملها لي بالشكل ده طيب ممكن اي كان ماكسمايز اعملها كده ممكن اعملها اجيبها شويه كده او ممكن اعمل ايه او جاي مختار السطح اللي فوق ده خالص باي بريسنج تاب اهو كده ده كده تاب واجي اعمل له روتيت تمام كده مثلا واعمل سام تويست تمام ممكن اعمل سكيل هقوم من هنا من هنا يعني ممكن ماكسمايز اكبرها شويه مثلا الدايره اللي موجوده فوق طب انا عايز اد سام بروفايلز هير عايز احط حبه بروفايلز موجوده هنا يبقى فيرست عشان تطلع لي القايمه هنا لازم اعمل ايه؟ تو سيلكت ذا فورم هاو تو سيلكت ذا فورم بقرب منها كده مديني ايدج اقول له ايه؟ اقول له تاب جاب لي الفورم كلها ادوس كليك بالماوس طلع لي هنا بقى هيديني بقى هنا ادي الاكس بتاعتي ادي اد بروفايل وادي اد ايج لو قلت له اد ايج هاجي هنا كده بصوا هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ايج هنا كده ماشي ويعمل لي ايج هنا كده نشوف كده واقول له اد بروفايل ادي الفورمه بتاعتي واقول له اكس ري ادي البروفايل بتاعي اللي موجود هنا اهو ده برضو سيم انا ممكن اعمله احركه لفوق كده بصوا خليه ميل يعني شايفين الكود اللي حصل فيها ايه اختار الايدج الثانيه احركها للخارج تمام لو جينا قلنا اد بروفايل شايفين سام تايمز يعني لو جيت هنا لما اجي على الايدج اللي بره اهو راح جاي مديني البروفايل اللي هنا طب البروفايل ده انا مختاره انا ممكن اعمل له سكيل واقول من هنا لغايه هنا واصغره سنه مثلا كده تحت الكتله متغيره على طول انسب الزوم هيفصل هستاذنكم ان احنا نخرج ونرجع مره تانية.